أهلا بكم على أرض الشرقية العريقة. تعتبر الشرقية من أهم محافظات مصر تاريخيا، وقد أكسبتها ظروفها التاريخية وموقعها الهام مكانة فريدة على امتداد التاريخ القديم والحديث، لتشيد صرحا متماسكا من أنماط الفكر والأدب والفنون، حيث ينتشر بينها 120 موقعا أثري، وأشهرها منطقة سان الحجر وتل بسطة أو بوباستس، التي أصبحت في فترة من التاريخ عاصمة لمصر كلها. عرفت الشرقية بأنها مضيفة الأنبياء، حيث عاش في ربوعها نبي الله يوسف، وولد وتربى فيها نبي الله موسى، وتزورها السيدة العذراء مريم بوليدها نبي الله عيسى، وتقيم في تل بسطة خلال رحلتها المقدسة. يرجع اسم تل بسطة من الكلمة المصرية القديمة برباستيت، أي منزل المعبودة باستيت، إله الحب والخصوبة عند القدماء المصريين، والتي كانت على هيئة القطة. وأهم الآثار الموجودة بالمنطقة هو معبد الآلهة باستيت، والذي بدأ في إنشائه الملك خوفو، وكان تحفة فنية في العمارة، وجمع ظاهر الثراء والاهتمام لمصر القديمة. وتضم المنطقة قصر الملك أمنمحات الثالث، كما تضم أيضاً تمثال الملكة ميريت آمون زوجة الملك رمسيس الثاني ومحبوبته. أهلاً بيكم في منطقة تل بسطة. تل بسطة ده الاسم الحديث للمكان اللي احنا واقفين فيه دلوقتي. قبل كده المكان ده كان اسمه بير بسطة، بير بمعنى بيت أو مكان أو منزل الإلهة بسطة. بسطة دي القطة المقدسة اللي كانت بتعبد في الإقليم بتاعنا ده. الإقليم ده كان الإقليم 18 في وسط 29 إقليم كانت مكونة منهم مصر زمان، أو كيمت زي ما كان لها اسم زمان. تل بسطة أو بير بسطة القطة المقدسة اللي كانت بتتعبد فيها كان لها معبد كبير، معبد وصفه هيرودوت سنة 429 لما زار المكان إنه معبد بهي، معبد التاريخ بتاعنا بيقول إنه من أيام الدولة القديمة، من أيام خوفو وخفرع، لهم خراطيش موجودة هنا. وهيرودوت لما جه زاره سنة 429 معنى كده إنه استمر فترة طويلة جدا. بحكي على حاجة من سنة 2000 أو 3000 2880 مثلا هي الأسرة الرابعة لحد 429 قبل الميلاد. الفترة دي كلها المعبد بتاعنا فضل مستخدم، فضل مستخدم بحيث ان كل ملك كان بيجي بيتقرب للمعبودة بتاعت باستت شوية كان بيبني او بيضيف له صالة جديدة. فانا عندي ثلاث صالات مضافين للمعبد بأشكال أعمدة مختلفة. عندي عمود اللي هو العمود النخيلي وده المحور الرئيسي بتاع المعبد، وعندي عمود بردي ده جزء اضاف للمعبد، وعندي العمود الحتحوري وده جزء جديد اضاف للمعبد، بالاضافه لجزء تاني صاله اضافت للمعبد في الاسره 30 للملك وسركون لما كان بيحتفل بعيد الحبسد او عيد اعاده قوته له تاني او اعاده الشباب له. المعبد بتاعنا مليان اثار، مليان قطع اثريه، مليان رموز وحكايات كتير، لكن انا بتكلم على المنطقه عامه. عندي جوه المنطقه كمان في معبد اسمه معبد الملك بيبي الاول في الاسره الخامسه، عندي كمان المتحف، عندي الحديقة المكشوفة، عندي تمثال للملكة ميريت آمون. الملكة ميريت آمون دي من أهم القطع اللي موجودة عندنا هنا في تل بسطة، لأنه يعتبر الماستر بيس بعد القطة بسطة. تمثال ميريت آمون ده النموذج أو الحاجة الوحيدة لميريت آمون في وجه بحري كله. التمثال الثاني للملكة ميريت آمون موجود في أخميم، بس موجود بشكل مختلف، موجود بحجر من اللي هو الحجر الجيري الأبيض، فعشان كده هم هناك في سوهاج أو في أخميم بيقولوا عليه ميدان العروسة، لكن احنا عندنا هنا التمثال بتاعنا معمول من الجرانيت الوردي. فاحنا عندنا الملكة ميريت آمون زوجة رمسيس الثاني وبنته في نفس الوقت. التمثال ده من أضخم التماثيل، ارتفاعه 9 متر، لقيناه على نصين سنة 2001 الجزء الأولاني، 2003 الجزء الثاني، 2005 تم تركيبه في مكانه وأصبح الماستر بيس بتاع منطقة تل بسطة. التمثال ده حصل له سرقة من زمان، سرقة من أيام الملوك الفراعنة. الملك رمسيس الثاني لما عمل التمثال الكبير ده لزوجته ومراته ميريت آمون، جه ملك تاني حب يعمل لمراته أو لزوجته واحد زي ده، لكن ما قدرش، راح شايل الاسم بتاع ميريت آمون وحط اسم زوجته اللي هي كارو ماما وحطها عليه. الموضوع ده احنا عرفناه من الشكل اللي مكتوب بيه كتابة في ظهر العمود. العمود له العمود بتاع ظهر التمثال عليه كتابه كلها بارزه ونظيفه ما فيهاش اي مشكله غير الجزء بس اللي عليه الاسم،
ده اللي مقشوط واتكتب عليه تاني كارو ماما. عندي كمان هنا في منطقة تل بسطة حاجة مهمة قوي، عندي البير الروماني أو البير المقدس. البير المقدس ده الجزء اللي خلى منطقة تل بسطة تخش في مسار العائلة المقدسة. مسار العائلة المقدسة اللي تم اختيار 25 نقطة منه بحيث ان كل نقطة يكون فيها مدلول سياحي خاص بيها او دليل سياحي خاص بيها. البير بتاعنا ده هو المدلول السياحي او الاثر السياحي اللي موجود في تل بسطة. البير وزارة الاثار والجامعة اكتشفوه سنة 1991. اول 7 مدام كتوب موجودين فيه، ده طوب احمر واسمنت مبنية بناية حديثة، ده من سنة 91. لكن الطوبة الحمراء اللي بعد كده دي طوبة حمراء من أيام القرن الـ14، مبنية بنوع من أنواع الطفلة اللي موجودة في القرن الـ14. أول ما تم الكشف على البير ده جابوا عربية مطافي شفطت المية اللي فيه كلها، ولقوا بعض اللقى الأثرية اللي فيه من تحت. خدوا اللقى دي ودوها على معامل التحاليل، قالوا إنها ترجع لأيام القرن الأول الميلادي، ووجدوا إن أول متر ونص موجودين في البير بطوبة مربعة 16 سنتي في 16 سنتي، ودي برضو بترجع للقرن الأول الميلادي. معنى كده إن البير بتاعنا ده كان مستخدم من أيام القرن الأول الميلادي، وكل ما كانت الدنيا بتعلى حواليه كان بيتم زيادة بعض الطبقات أو صفوف الطوب عليه لحد ما وصلنا للقرن الـ14 وتم ردمه نهائياً، وتعاد اكتشافه مرة تانية في القرن الـ20 في 1991. البير ده بير روماني. البير الروماني البير اللي موجود عندنا هنا في تل بسطة، بس هو ده اللي فيه المية. اللوكة الأثرية بتاعته ترجع للقرن الأول الميلادي، الطوب اللي مبني تحت قرن أول ميلادي، ده اللي خلاه ارتبط بمسار العائلة المقدسة. لكن مسار العائلة المقدسة مفيش فيه أي مشكلة ولا أي حد بيقدر يشكك فيها، إن العائلة المقدسة جت منطقة هنا تل بسطة ودخلت المعبد ده يوم 24 بشنس 1 يونيو. 24 بشنس 1 يونيو هو ده عيد بيحتفل بيه المسيحيين في العالم كله، اسمه عيد احتفال دخول السيد المسيح أرض مصر. السيد المسيح لما دخل أرض مصر ما جاش على طول من بيت لحم على تل بسطة، هو جه خد سينا، دخل من الناحية الشرقية، خد سينا، خد الرفح، خد العريش، خد الفرمة، لحد ما جه عندنا هنا تل بسطة. بس أنا زي ما قلت في الأول إن تل بسطة كانت مدينة كبيرة، كانت عاصمة. تل بسطة كانت مدينة من اللي بيتقال عليهم المدن الكبرى. فلما جاهم هنا العائلة المقدسة وقعدت في المكان بعض الأيام اعتبروا إن ده أول ما دخلت فيه العائلة المقدسة، وبيحتفل بيه الناس إن ده العيد بتاع دخول العائلة المقدسة أرض مصر. لما دخلوا المكان هنا الحكاية بتحكي أو بتسرد إن هم جم قعدوا تحت شجرة، قابلهم مواطن بوبسطي. بوبسطي يعني من تل بسطة، كان اسمه كلوم. كلوم ده بمعنى إكليل. صعب عليه حالهم، ناس يعني واحدة ست أو طفلة صغيرة، لأن كان عند العذراء 14-15 سنة، معاها طفل صغير، معاهم واحد كبير كهل اللي هو يوسف النجار، قاعدين تحت الشجرة، رق له حالهم، رق قلبه لهم، خدوا البيت. كانت زوجة كلوم كانت مريضة، فحصل معجزة وإن الست دي قامت خفت وقامت خدمته. كلوم حب يعمل معهم واجب بقى، يعني الناس دي أكرمته وخففت مراته، خدهم وجه هنا المنطقة المقدسة بتاعته اللي موجودة في تل بسطة اللي هي المعبد، ودخلوا المعبد. لما دخلوا المعبد التماثيل بتاعت المعبد كلها وقعت على وشها اتكسرت. ده طبعا أثار الغضب في نفوس الكهنة، قالوا جدا مين اللي دخل جديد، ايه اللي حصل، ايه اللي خلى الحاجات دي حصلت، فلقوا ان العيلة دي اللي دخلت فطردوها. وفعلا كلوم مشى الناس دي من عنده خوفا عليهم ان هم يحصل لهم اي مشكلة من اضطهاد الكهنة لهم. فوجود العائلة المقدسة في المكان هنا مذكور ان هم دخلوا المعبد وحصل ان التماثيل وقعت على وشها وكسرت. وجود البير ووجود ان هو يرجع للقرن الاول الميلادي بيرجعوا لان هو ده البير بتاع العائله المقدسه في منطقه تل بسطة. في منطقه تل بسطة بنحاول ان احنا نعمل لها وعي سياحي جديد، بنحاول نحطها على سوق السياحه. احنا بنقول ان المنطقه بتاعتنا فيها نوعين من انواع السياحه، انا عندي سياحه ثقافيه، السياحه الخاصه بالاثار، وعندي سياحه دينيه. منطقه تل بسطة نقطه من نقط من المسار بتاع العائله المقدسه، اذا المنطقه اصبحت سياحه دينيه كمان. يعني انا عندي نوعين من انواع السياحه، ولسه منطقه تل بسطة رغم المجهود اللي بيتم سواء كان عن طريق الدعايه في التلفزيون في قناه ثانيه او في القناه الرابعه او بنعمل المهرجان اللي اتفق عليه او البروتوكول اللي تم بينه وبين وزاره الثقافه، فاحنا من خلال البرنامج معاكم بنقول للناس كلها تعالوا زوروا المنطقه. منطقه اثار تل بسطة في الزقازيق منطقه جميله جدا ورائعه، مليانه بالاثار اللي انتم شايفينها فوق الارض وكمان تحت الارض اللي احنا واقفين عليها. منطقه بجد روعه.
هو بس للاسف في كتير حتى من اهالي الزقازيق ما كانوش بيزوروها ولا يعرفوا عنها حاجه. المنطقه رائعه، وكان عندنا مشروع رحله العين المقدسه اكيد الكل سمع عنه. عندنا هنا نقطه مسار العين المقدسه، ده البير المقدس اللي عدت من عليه على العين المقدسه وشربت منه، فدي نقطة زيارة مهمة جدا من ضمن نقاط مسار عائلة مقدسة هنا في مصر. دوت بيزود قيمة المنطقة، بيزود القيمة الحضارية بتاعتها. بمناسبة مشروع عائلة مقدسة احنا كنا بنتكلم عنه، المشروع ده كان قائم عندنا 25 نقطة موجودين في مصر كلها، ومن ضمنهم منطقة طل بسط هنا، دي نقطة من الزيارة. وبالفعل قمنا بتطوير المكان، المكان ما كانش كده على فكرة. وزارة التنمية المحلية بالاشتراك مع وزارة السياحة والآثار تم رصد مبلغ يعني علشان تطوير المنطقة، واتعمل فيه يعني من ضمن المجهودات اللي اتعملت إزالة الحشائش اللي موجودة في المنطقة. احنا ما كناش نقدر نقف على الأرض زي ما احنا واقفين، كان كلها نجيلة وحشائش زي دي كانت يعني كانت مالية المكان هنا. نظفنا المكان علشان الناس تقدر تزول وتزور المكان وتشوف الجمال اللي فيه، وكمان اتعمل ممشى هنا، في ممشى موجود عشان الناس تقدر الزائرين يقدروا يمشوا عليه مع معمول هنا. واللافتات اللي اتعملت دي بتعرف كل منطقه، منهم اللافته اللي محطوطه جنب البير هنا عشان تعرف الناس بتاريخ البير، وكل مكان اثري كل قطعه اثريه مكتوب جنبها التاريخ بتاعها. واشهر قطعه موجوده هنا اللي هي ميريت امون. احنا دلوقتي في منطقه اثار الشرقيه، وتحديدا في منطقه تل بسطة. منطقه تل بسطة المنطقه المهمه جدا في مسار العائله المقدسه، مسار رحله العائله المقدسه اللي حبت وزاره السياحه والاثار عليها، وانها عملت مهرجان الموسيقى والغناء بتل بسطة. ايه هي تل بسطة؟ تل بسطة كانت عاصمه للاقليم ال 18 من اقاليم مصر السفلى، وعاصمه لمصر كلها في عصر الاسره الفرعونيه الثانيه والعشرين. تل بسطة اسمها اشتق من الكلمه المصريه القديمه بير بسطت، بمعنى بيت او معبد الإلهة بسطت، إلهة السعادة والسرور عند المصري القديم. تل بسطة إلهة للسعادة والسرور، كانت بتمثل وهي تحمل صلاصل أو زي الشخشيخة، ودي حاجة مرتبطة بالموسيقى والغناء. تل بسطة يعني تل فرحة، ليه؟ لأن بسطت كانت إلهة السعادة والسرور والفرح عند المصري القديم، فإحنا دلوقتي في تل فرحة اللي هي تل بسطة. طبعا تل بسطة إحدى النقاط الهامة جدا على طريق مسار رحلة العائلة المقدسة، واللي بابا الفاتيكان ألقى الإشارة إليها وقال إنها كانت من النقاط الهامة على العائلة المقدسة، وبالتالي دعا كل المسيحيين ليس فقط في مصر وإنما في العالم كله لزيارة النقطة الهامة من مسار العائلة المقدسة. تل بسطة احتوت أيضا على جبانة بترجع لعصر الدولة القديمة، وأخرى للدولة الوسطى، وأخرى للدولة الحديثة. تل بسطة احتوت على منطقة سكنية وتم عمل حفاير فيها، ثبت أن الإنسان المصري القديم عاش في تل بسطة منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى يومنا هذا. في مقابر طلعت في نتائج حفائر وزارة الآثار في رحاب تل بسطة، أثبتت أن هذه الجبانة اللي عثر عليها بترجع لعصور ما قبل الأسرات، أي ما قبل توحيد القطرين. تل بسطة مدينة أثرية هامة تضرب جذورها في أعماق التاريخ، نضعها على قدم المساواة مع مدن عظيمة جدا زي مدينة الأشمونين أو تونة الجبل، المدن اللي هي ظهر فيها بداية نظريات خلق الخلق، وضعها على قدم المساواة مع مدينة زي ما مدينة منف، زي مدينة هليوبلس أو عين شمس أو أون. ليه؟ لأن تل بسطة اكتسبت هذه الأهمية الكبيرة من خلال موقعها الجغرافي المتميز، حيث كانت نقطة هامة جدا، تعتبر بوابة مصر من جهة الشرق. أي حد داخل مصر من جهة الشرق لابد وأن يمر على تل بسطة، فعلشان كده كل الملوك المصريين القدامى أولوا عناية واهتمام بتل بسطة، أولوا عناية واهتمام بتل فرحة. تل بسطة اللي احنا فيها زي ما فيها آثار ثابتة كتيرة جدا، فيها كمان قصر أو مقصورة أو استراحة بترجع لعصر الملك أمنمحات الثالث من الأسرة 12 من الدولة الوسطى، فيها كمان آثار منقولة ومقسمة على قسمين. القسم الأول المكان اللي احنا فيه، المتحف المفتوح
بتل بسطة، ويحتوي على العديد من القطع الأثرية الهامة التي مصنوعة من أحجار شديدة الصلابة شديدة القوة، زي حجر الجرانيت الوردي، زي حجر البازلت، ومن أهم أو هي بالفعل أهم قطعة موجودة عندنا في المتحف المفتوح هو تمثال الملكة ماري آمون، وده طبعا أكبر تمثال عثر عليه في الوجه البحري كله، طوله 9 متر وزنه 63 طن، مصنوع من حجر الجرانيت الوردي شديد الصلابة شديد القوة، تظهر فيه الملكة بترتدي رداء حابك طويل ضيق شفاف يظهر ما أسفله من جسد رشيق، بتقبض بيدها اليمنى على علامة المكس، وبتمسك بيدها اليسرى زهرة اللوتس، بترتدي الباروكة الثلاثية يحليها أجنحة الإلهة نخبة الإلهة الحامية لمصر العليا، والصل الملكي رمز الإلهة واجيت الإلهة الحامية لمصر السفلى. وبكده تكون الملكة ميريت آمون جمعت ما بين حمايتي إلهتي مصر العليا والسفلى. ميريت آمون واقفة وتقدم قدمها اليسرى للأمام، ودي وقفة رجالي في بالنسبة لوقفة الأشخاص والملوك والملكات في الحضارة المصرية القديمة. هي بتوجه رسالة بتقول أنا مش امرأة عادية، لا ده أنا الملكة حالها، أنا بميت راجل، أنا أحكم قبضتي وسيطرتي على البلاد. دي تعتبر أو يعني تاني محطة داخل مصر وصلتها العائلة المقدسة، وكان في هنا في تل بسطة إله للفراعنة، الإله بوبستس، الإله القطة، عشان كده القطة بنقول لها بس. ولما دخل السيد المسيح المكان ده الأصنام اتكسرت، ودي حسب نبوة موجودة في سفر أشعياء 19، وذا الرب راكب على سحابة خفيفة وآتيا إلى أرض مصر، فترتجف أوسان مصر ويذوب قلب مصر في داخلها. وعشان كده المكان هنا مهم جدا، وفي هنا بير العائلة المقدسة شربت منه، وهنا برضو بيت من البيوت اللي احتضن العائلة المقدسة زي ما التقليد بيقول، اسمه كولوم، والسيد المسيح شفى مرات كولوم. العائلة المقدسة مشيت من الزقازيق بالبيس مسترد، ورجعت تاني على سمنود، سخا، وادي النطرون، وبعدين وصلت عين شمس، أبو سرجة، المعادي. فالعائلة المقدسة طبعا إلى أن وصلت أسيوط، العائلة المقدسة دشنت مصر بطولها وعرضها. وقال في أشعياء 19 يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر، يعني كان زمان لا تقدم الذبائح إلا في أورشليم، فكل يعترف الكتاب أنها يبقى في مذبح للرب في وسط أرض مصر، يعني العبادة ستقدم لله في مصر. وطبعا شعب مصر شعب عابد لربنا بطبيعته، وطبعا ربنا حب مصر بالزيارة، وربنا حب مصر برضو بزيارة الأنبياء، يعني موسى النبي، هارون أخوه اتربوا هنا، إبراهيم أبو الأباء جه هنا، يعقوب أبو الأباء والأصباط جم هنا، في برضو أرميا النبي في القرن السابع قبل الميلاد أظن وصل هنا مصر، ويقال أنه استشهد في مصر برضو، وفعلا مصر دي أرض الكنانة.